انا كواحد عاقل اصدق ده ازاي بجد؟ يعني بعد كل اللي حصل ده، بعد ما انتوا طلعتوا فضحتوا في بعض وقعدت تقول لها مخدة وهي تقول لك مش عارف ايه، وقعدت تقول ان يعني انتوا كشفتوا بعض، انتوا كشفتوا كدب بعض. يا جبس انا بحبك وبعز المسلم وبحبها لان هي محترمة وهي ما قللتش من الحجاب وهي ما عرتش جسمها علشان خاطر الشهرة زي غيرها، وانت طبعك راجل وعندك نخوة ويعني صادق من جواك، بس ليه تكذب علشان خاطر الناس تتفرج عليك؟ انت مش محتاج ان انت تكذب والله يا جبس عشان خاطر الناس تتفرج عليك. انت الجمهور حبك وانت وصلت القلب، وصلت لقلب الجمهور، فانت ليه بقى ليه كده؟ رجوع جبس مصر للمسلم مرة تانية بعد كل الحاجات اللي عملوها قبل كده. هنتكلم النهاردة بإذن الله عن جبس مصر والمسلم، والفيديو ده مخصوص رايح كده للجمهور بتاعهم مش جبس مصر والمسلم وبس. بس قبل أي حاجة ياريت نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب مبدئيا كده قبل ما أتكلم، قبل ما أقول أي حاجة عن الخبر، يعني الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل، القناة بتاعتي وقفت من عليها الربح. يعني مجرد ما تخش أي فيديو، جرب كده تخش أي فيديو أو الفيديو اللي أنت فيه دلوقتي، هتلاقي مفيش اعلانات خالص على القناه، يعني غير اصلا ان القناه ما يعني ما كانش عليها ارباح، اللي هي ارباح خياليه اقسم بربي والله العظيم ثلاثه. انا ما بطي من القناه غير مره واحده، هي ال $100 اللي هي 1500 جنيه مصري. ومن امتى الكلام ده؟ بعمل فيهم من امتى؟ من شهر 11 اللي فات، دخل على السنه اهو والله. في حاجات تانية جايه المفروض ان هي تيجي، بس والله شبهها والله ما عملت قسما بالله لا العظيم. الارباح اللي الناس يعني ممكن تكون فاكراها خياليه، وده بسبب حاجه، ان جمهور اليوتيوب يعني بقى يعتبر خلاص كده، اللي هو انا كله رايح على البنات ورايح على الحريم ورايح على اليوميات ورايح على الحاجات اللي فيها قله ادب. فليه بجد؟ انا واحد محتوى حلو جدا، وقسما بالله يعني من اكتر الناس اللي مش بتتشتم الحمد لله على اليوتيوب. يعني انا فين وفين لما حد بيشتمني، وفين وفين لما حد بيكتب لي كومنت سلبي. طب ليه بقى انا قناتي ما تكبرش؟ ليه حتى لما الناس تشوف الفيديو بتاعي يجيب مثلا 100,000 ولا 200,000 من الفيديوهات اللي معديه عندي؟ طبعا مش كل الفيديوهات جايبه كده، بس ليه لما الفيديو يوصل للرقم ده ما يدخليش منهم مثلا على الاقل 5,000 مشترك؟ على الاقل انا ما طلبتش، يعني لما يخش لي 150,000 مشاهد على الفيديو ما طلبتش 100,000 مشترك يخش. ليه بقى؟ ليه الناس بتكسل تشترك او بتكسل تعمل لايك؟ طب انا قاعد من شغلي وقاعد من حياتي علشان خاطر اتفرغ للفيديوهات، علشان خاطر اقدم لكم الخبر بكل مصداقيه، علشان خاطر يعني محدش يضحك عليكم، محدش يستغل لكم. حاجات كتير جدا هقولها، وبرضه حاجات كتير جدا قلتها الفترة اللي فاتت كنت فيها صح الحمد لله بفضل الله. فليه ليه 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 مستكترين على الواحد اللايكات، ومستكترين على الواحد ان انتوا لما تشوفوا الفيديو وتشتركوا في القناة ايا كان سواء انا او غيري؟ انتوا كده هتخلونا نمشي غلط والله ما بهزر. مهما كنا عندنا مبادئ، مهما كنا عندنا قيم، مهما كنا متمسكين بالقيم بتاعتنا اللي موجودة في الدين بتاعنا، في النهاية انا علق على حتة ان الانسان بيغلط وان عادي جدا واحنا كلنا بشر، وانا علق برضو على حتة ان ممكن اغلط دلوقتي ولما اكبر اصلح من غلطي صح، وفي النهاية اللي هيحاسبني ربنا مش الناس. بس انا مش عايز كده، مش عايز امشي غلط. سهل جدا ان انا اجيب بنت ونعمل محتوى فلوجات زي جبس مصر ومسلم واحمد حسن وزينب وحمدي وفاء والناس دي كلها، ونقعد نبص في بعض ونقعد نتكلم مع نحضن في بعض واحنا اصلا مش مرتبطين ومش هنتجوز، ونعمل حاجات غريبه علشان خاطر في النهايه المشاهدات، وعلشان خاطر في النهايه نزق الليله شويه مع بعض. سهل جدا، بس صعب عليا انا بقى. انا مش عايز كده تمام، انا مش عايز ان انا اخش في المجال ده، ومش عايز ان انا مرعيش ربنا في اكل عيشي لان ده يعتبر اكل عيشي، فهيبقى حرام. ليه بقى ليه؟ وفي حاجه تانية بمناسبه الحلال والحرام، انا لما بحط فيديو بتكلم في فيديو عن حاجه مثلا، عن بنت بتعمل حاجه غلط تمام، وفي صوره خارجيه بره الفيديو محطوط البنت وهي مثلا قلعه فيها لابسه مش عارف ايه الكلام ده،
ده بيبقى غصب عني واجباري عليا لازم اعمل حاجه زي كده، لازم احط الصوره اللي بره زي كده. اليوتيوب مش هيقدر يقترح الفيديو بتاعي لحد تاني غير لما احط الصوره دي يعني، وبرضه لازم اكون من جوه الفيديو بتكلم عن الموضوع ده. وحتى لو ما حطيتش الصوره، حضرتك هيكون ليك الفضول انك تشوف البنت اللي انا بتكلم عنها او الولد اللي انا بتكلم عنه اللي بيعملوا حاجه غلط، صح؟ صح. يعني حطيت الصوره ما حطيتش الصوره هبقى انا سبب برضه في انك تشوف الصوره دي او الفيديو ده، حلو. وكده كده هعرضه لك جوه الفيديو، مش هسيبك كده. فقصه ان انا دي ممكن انا مش ممكن، ده اكيد هتخلينا اشيل ذنب، ولكن يعلم ربنا ان انا بحاول اصلح من المجال ده، بقول ان ده غلط، ان ده ما ينفعش. فايه، انا مش بشجع على ده، فانتوا ساعدوني واعملوا لايكات على الفيديوهات، ولو مش عاجبكم الفيديو اعملوا ديسلايك، سهل جدا. انا مش بجبر حد ان هو يعمل لايك، لا يا باشا، انت دخلت الفيديو عجبك اعمل لايك، ما عجبكش اعمل ديسلايك. نخش بقى في موضوعنا عن جبس مصر والمصليين. طيب الفيديو انا هعرضه لكم تاني، برضو انا عرضت حاجه بسيطه جدا في بدايه الفيديو، هعرض لكم الفيديو دلوقتي كامل. يا لهوي يا لهوي، تخلينا في موحن في ثانيه والله. اتفضل. ده انا هصلح حاجه. ايه؟ انا عاوز الونش يشد. ليه بس كده يا اسطى؟ اهو هادي. اوبا، الله ينور عليك. ايوه عليك انت هنا كده؟ ايوه. طب ايه الفرق يعني؟ ما كرسي زي كرسي. ما انا لا، الراجل بيقعد على اليمين. ما كرسي زي كرسي. الراجل بيقعد على اليمين. طيب زي ما شفنا الفيديو كده، يعني مش عارف اقول ايه، يعني انتوا اهو رجعتوا لبعض، ده المفروض ان انتوا رجعتوا لبعض. انا كواحد عاقل اصدق ده ازاي بجد؟ يعني بعد كل اللي حصل ده، بعد ما انتوا طلعتوا فضحتوا في بعض، وقعدت تقول لها مخده وهي تقول لك مش عارف ايه، وقعدت تقول ان يعني انتوا كشفتوا بعض، انتوا كشفتوا كدب بعض. يا جبس انا بحبك وبعز المسلم وبحبها، لان هي محترمه وهي ما قللتش من الحجاب، وهي ما عرتش جسمها علشان خاطر الشهرة زي غيرها، وانت طبعك راجل وعندك نخوة ويعني صادق من جواك، بس ليه تكذب علشان خاطر الناس تتفرج عليك؟ انت مش محتاج ان انت تكذب والله يا جبس عشان خاطر الناس تتفرج عليك. انت الجمهور حبك، وانت وصلت لقلب الجمهور، فانت ليه بقى ليه كده ليه؟ طب يا سيدي سيب الكذب ده لواحد الناس مش عارفه شكله، بيعمل اي فيديو على اليوتيوب يجيب لك مثلا اي حاجه، وفاه دلال عبد العزيز مثلا وهي داخل المستشفى وهي لسه ما ماتتش، الله يرحمها يا رب ويحسن مثواها الجنه، اي خبر كاذب، اي حاجه، سيب الحاجات دي للناس دي. انما انت خلاص اتشهرت واتعرفت، وصدقني والله العظيم طلعت، والله انا بحسها اقسم بالله، لما انت تعمل حاجه صادقه، مقلب بقى لو هتعمل مقلب كل يوم كل يومين، لما تعمل حاجه صادقه هيحصل لك حاجتين. اولا انت هتفرح بالمقلب، انت هتعامل في مراتك، انتوا بتهزروا وبتلعبوا وبتاع وبتكركروا مع بعض، وابنكم سليم معاك وربنا يخلي لكم رب ويخليكم لبعض، هتفرحوا وانت هتفرح فيها، وهي هتيجي بتعمل المقلب اللي جاي فيك وانت وهي هتفرح فيك، تمام. وفي نفس الوقت هتطلع له الجمهور الرياكشن اللي هو الجمهور اللي عايزه، مش الرياكشن. اصل احنا برضو يعني خلي بالك، كل اغلبيه الناس اللي بتتفرج عليك مش عبيطه، انت اللي بيتفرج عليك اغلبيتهم 16 و17 و18 سنه و20 وحاجه و20، فخلاص يعني مجرد ما بيكبروا بيبداوا ينضجوا، بيعرفوا لا الله ده احنا شفنا بقى، شفنا جبس طلع قال ان هو دي مخده ومش حامل، وبعدين فستان الفرح دي في واحده حامل تلبس فستان فرح ضيق زي ده ازاي؟ فايه، فاللي هو ايه التمثيليه دي؟ فمش هيثقوا فيك، مش هي خلاص بقى مهما تعمل يا جبس مش هيثقوا فيك. فما تمشيش خط احمد حسن وزينه، ما تمشيش الخط ده، انا بحترمهم ان كنت بحترمهم، بس بعد اللي حصل اخر مره انا الحقيقه ما بقتش احترمهم. ويعني المفروض ان زينب لما عرفت حاجه زي كده عن احمد خلاص تبدا ان هي تسيبه، تعمل اي حاجه، تاخد اجراء لا بس زينب خلاص، زينب عايز احمد طول حياتها علشان تفضل جنب الفلوس وجنب الشهره وجنب النجوميه وجنب الحاجات دي، مع ان هي بقى ليها جمهور وتقدر، طالما احمد بيخونها كتير جدا كده تقدر ان هي تمشي تخرجه من حياتها، وده حقها.
انا مش متخيل ان ممكن حد بيتجوز. ده بيحصل اه، بس انا والله ما متخيل كده فعلا، يعني ده بيحصل ان حد متجوز يبص لواحده تانية. طب انت لما خدتها، لما اتجوزتها، هي مش كانت ماليه عينيك؟ والله يعني مش كانت ماليه عينيك اتجوزتها، ليه بقى بصيت بره؟ نفترض ان انت لقيت احلى منها، وارد انت تلاقي احلى من مراتك بعد ما تتجوزها، خصوصا بعد الجواز على فكره الموضوع ده. ليه بقى انت ما تشيلش، مبقاش عندك اراده وما تشيلش من دماغك فكره ان انت تروح تكلم التانية، فكره حتى ان انت تبص لها؟ لا، تقول رب اعفيني عن الحاجات دي، والحمد لله انا معايا مراتي بالدنيا كلها، وما محتاج منها ايه هتلبيهولي، وبرضه انت نفس الكلام مهما تحتاج هي منك ايه تلبولها. ف يعني الموضوع معقد، وانا مش متخيل ان ممكن حد بعد الجواز على طول يفضل كده. طب ليه؟ خلينا نكمل في موضوع الفيديو بتاعنا النهارده علشان ما اطولش عليكم. انتوا بقى كجمهور، انتوا مصدقين جبس ناويين تكملوا معاه؟ طب انتوا لو هتكملوا معاه، طب ما هو بيقول لكم يا جدعان، او هي بتقول لكم المسلمين يبعدوا عننا بقى، كفايه بجد احنا تعبنا، انتوا عايزين مننا ايه؟ ارتحتوا خلاص، احنا فركشنا سيبنا بعض، عايزين ايه؟ ما اكيد مش بتقول لجمهور تاني. وانت عاوزين مني ايه؟ جوز عمل اللي عمل واتكل على الله، تسيبونا في حالنا بقى. جوز عمل حاجات كتير جدا اللي انتوا تبعدوا عنه، وانتوا راضيين تبعدوا عنه، انتوا حاشرين مناخيركم في كل حاجه احنا بنعملها. خلاص خلاص حصل لح. صح، يعني هي بتقول برضو للجمهور بتاعكم انتوا، جمهور انتوا بتوع هي ولا ايه؟ الجمهور بتاعها هي، بتاع جبس مصر وبتاع المسلمين. صح، فليه بقى الليله دي كلها؟ ليه؟ انتوا نصحتوهم امشوا صح، ما تكذبوش علينا. خلاص مشيوا صح كان بيها، ما مشوا صح اعملوا الغاء اشتراك وخرجوا من عندهم، وهم اجباري هيمشوا صح. خلصت، لما يلاقوا نفسهم بيقعوا كتر الكذب هيمشوا صح. انا دلوقتي عندي 15,000 في القناه بتاعتي بفضل الله رب العالمين الحمد لله. نفترض لو انا كدبت على الناس اللي بتتفرج عليا كل مره، والناس دول يعني من احلى الناس والله اللي متابعيني، شرف ليا كبير. نفترض ان انا طلعت كدبت عليهم وطلعت الفت الاخبار، الناس دي هيبقوا عندهم فضول ان انا هكدب لحد فين بعد كده. اخر ما يعني هيتفرجوا على اكتر من فيديو بعد كده، وهيتفرجوا اكتر، هيشوفوا كميه كدب قد ايه، علشان يشوفوا الفرق ما بين الشخصية الأولى والشخصية التانية، وإن قد إيه الشخص ده بقى يكذب. بعد كده هيزهقوا مني وهيمشوا، هيلغوا الاشتراك. فكروا بالعقل، هما خلاص مشوا من عند يوسف سعيد، خلاص يبقى أنا خسرت الناس، فأنا إجباري إن أنا هرجع تاني وهبدأ أحترم الناس. إنما أنتوا ما بتعملوش كده، أنتوا لما بيكذب عليكوا بحس إن أنتوا بتزيدوا أكتر والله بجد. وبلاقي ناس في الكومنتات عندهم منهاره، وقد ايه المقلب ده جامد، وبيتكلموا جد. يا جدعان مقالب ليه جامده؟ اه ماشي انا معاكم، في مقالب ممكن تكون جامده حقيقيه ولا ايه، في مقالب تانية ممكن تكون مش حقيقيه، بس يعني مش كده، مش كده والله. والله في ناس كتير تستحق الدعم، وانا من ضمنهم، وناس كتير غيري من ضمنهم، بسبب المحتويات دي، محتوى الروتين والكلام ده كله، احنا صفر مهما عملنا ومهما تعبنا صفر. فانتوا بطريقتكم دي هتضطرونا ان احنا نعمل زيهم، اصل احنا اي حد، بصوا اي حد على السوشيال ميديا بيبدا يظهر وحابب الجمهور وحابب انه يبقى اعلامي، او حابب ان هو يطلع للكاميرا ويتكلم مع الناس ومستمر وعنده شغف للحوار ده، ممكن تيجي عليه فتره من كتر ما هو مضغوط نفسيا، ومن كتر ما هو معهوش فلوس، ومن كتر ما هو محتاج انه يتشير ويوصل، يعني خلاص عشان زهق كتر ما هو تعب، والله العظيم ممكن يعمل حاجات ما حدش عملها قبل كده، ممكن الحاجات دي تخليه يروح السجن. وفي النهايه ده كله بسبب ايه؟ عدم الدعم وعدم التفاعل على الفيديوهات. خليني اقول بقى في النهايه كده يعني كلمتين لجبس مصر والمصريين. بصوا انا بحبكم، عشان قلت لكم في بداية الفيديو اكتر من حاجة، انتم محترمين وكويسين، وانا هقابلكم يعني في قبول في الموضوع،
بس بلاش ارجوكوا كفايه كده، انتوا خلاص رجعتوا لبعض، ابداوا اعملوا بقى شغل جديد. يعني انا عجبني جدا لما جبس بدا ان هو يحكي عن مشكلته هو وحمدي وفاء، بدا هو يحكي عن مشكلته هو مش عارف مين احمد حسن وزيدة، بدا يحكي عن اكتر من حاجه مش عارف، كان اكتر من يوتيوبر كان في مشاكل مع بعض. عجبني البرنامج ده قوي، يا ريت تكمل في ده. تمام، مش لازم مشاكل، ممكن تحكي حاجات كواليس وحصلت زمان، مين ساعدك، مين وصلك، ايه اللي حصل، ازاي الناس المبتدأ تقدر توصل وهكذا، ازاي انت وصلت بقى يا سيدي، ما تشرق ازاي انت وصلت، الكلام ده كله. وممكن الفترة الجاية لو هتعمل مقالب ما تكذبش، والله ما محتاج تكذب، انت بقى عندك جمهور، عندك معدي المليون على اليوتيوب ومعدي نفس الكلام المليون ولا 2 مليون على التيك توك، فانت مش محتاج تكذب. كد لو هيزودك 100,000 على الفيديو، يعني لو هتجيب 500,000 وهيزيد عليهم 100,000 بسبب الكذب، لا احنا في غنى عن الكذب ده. بس ال500,000 اللي شافوا الفيديو يبقوا مصدقيننا، يبقوا شايفيننا كده ان احنا ما بنكذبش، علشان دايما ال500,000 دول يفضلوا ثابتين عندك ويزيدوا ناس عليهم، بدل ما ال500,000 يتشال منهم 300,000 بسبب الكذب، وفي النهاية انت بتجيب جمهور وتمشي جمهور، بتجيب جمهور وتمشي جمهور. طب ليه؟ طب انت يعني في ايدك انك يعني خلاص ربنا كرمك وبقى عندك فيلا وبقى عندك مكان حلو وعندك اكتر من شقة، لما تعمل في يعني محتوى او مقلب حاول تخليه يعني بص اللي هو كله مصداقية، في نفس الوقت انت تقدر تخليه بكل مصداقية. انت لما تجيب فيديو قصدي تجيب كاميرا ولا ايه، تحطها هناك كده في اخر الفيلا وتزوم على المكان اللي انت تعمله فيه المقلب، نفرض مثلا لو قاعدين في الجنينة فهتزوم على المكان اللي في الجنينة، وتجيب كاميرا تانية تحطها فوق، انت عندك كاميرات كتير ما شاء الله، تجيب كاميرا تحطها فوق في البلكونة، وتجيب كاميرا مثلا ورا المخدة، حاجات كده تقعد. المهم ان هي ما تعرفش ان ده مقلب، وعادي انتوا صاحيين صباح الخير يا جبس، صباح الخير يا مسلم، وبتتكلموا عادي وعادي جدا، وبعد كده تعمل فيها المقلب وتقص ده كله في المونتاج وتتعامل فيها ايه. يلا ربنا معاكم، اشوفكم على خير باذن الله. كان معاكم اخوكم يوسف سعيد، اهم حاجه تعملوا اشتراك ولايك للقناه. سلام عليكم.